لحظات مع الانطلاقة ترفع الراية. فتحت البوابات على بركة الله في سادس أشواط هذه الأمسية على مسافة السرعة والإثارة والانطلاقات القوية. منذ البداية يبدأ قمران من وسط الجياد ليأتي إلى المسار الداخلي بقوة مع محمد الرشيد إلى المركز الأول، وابتهل من المسار الخارجي في المرتبة الثانية مكحول ثالثا، وأيضا نشاهد نحيتي رابعا، وأيضا لزيزة من المسار الخارجي في المركز الرابع، وأيضا نشاهد التقدم الآن من قبل قمران إلى المركز الأول. هل يواصل ابتهل في المرتبة الثانية مع أيضا مكحول ثالثا، وأيضا الأدهس في المرتبة الرابعة، وطبان قادما من المسار الخارجي في المركز السادس والسابع للفرس سامرين. ابتهل ياخذ صدارة هذا الشوط الانجليزية بهدوء على ابتهل الذي يبدأ علامة الاربعمائة متر الاخيرة، الاربعمائة متر المثيرة. ابتهل الى المركز الاول بالشعار الاحمر، وايضا نشاهد من المسار الخارجي يبدأ التقدم شيئا فشيئا. مشاهدين الكرام ابتهل ابتهل، وايضا سامرين تحاول ان تتقدم مع ايضا نشاهد نحيتي، ولكن ابتهل يواصل من اجل الانتصار، يواصل من اجل الاحمر. الف مبروك لسمو الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.